بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرات احواتين حتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تي تحستو حزنا يزلنا كتاب كشف الشبهات. كشف الشبهات مالتون كم تي بزوح كزي دقاقمنا زقلتنا يو نتي زدنا قر نقرات نعو مخشافون مقلعون مالتو كل اقزي امن قد حق ازقو عسب نتي حق نتصابقو كومو دماني اب توحيد دلو سب نتي توحيد تصابقو كل اقزي اللوو مو اينا اتي من قد حق اينا اتي ناب توحيد زوسدن نعو كنفلتو كومو دماني اينا يكاب ناب شرك كمان رح زخل نعو انفلتنا ون كنتن قغلو كمزلنا مالتو كل قزي تي مؤلف رحمة الله عليه نزي كتاب زي دالوو ابتي قزي اومتي انتاي تزركب زنبري سبات اب عبادة ناي غير الله عز وجل ودي قوم كبقعو مون تزلوو السوء تقنو عيلوم بزوح مرتعتات يقربو سلزنبرو نزي زخوون قول دخوني بقوع زخوني نتا توحيد نخيت نكا نتا من قدي ناي رسول صلى الله عليه وسلم سبات كاب ام انتخيواتو بزبل دماني نتي شبهات نتي زدنا قرنقرات نعون كلو كشفوون كاليعوان مالتيو. ولذلك القرآن الكريم محكم كم دلنا كم دمان متشابه كم زلنا ابتزا حلفير إنا نيرنا تو محكم زخوني تقلت زخوني حانت ترقوم تراح زلو بروه زخوني كل خردو زخلالو متشابه دماني زخوني نقراتالو كلت سلسته معنا زلو مو اتوم فتنا زدالي سبات اتوم كابتا توحيد قديفكا نابكالي ناب عبادة غير الله عز وجل كودقوم زدالي دماني نابتن متشابه نابعتن ترحهم زمعدو مالتهم تن متشابه زخونا أبعتن ترح زخيد انتد أقوينو زوين النبي صلى الله عليه وسلم أب حديث صحيح حذيرو من مالتهم. وقد ساح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فحذرهم لهم بأر توم أبتام متشابه راح زخودو زخونو إزي آتوم توم ربي زتنقعوكم كاب آتوم نساتوم يوم تتنقعو لهم يخوم إلوم النبي عليه الصلاة والسلام. بل النبي صلى الله ابن حجر رحمة الله عليه انتايبل المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. خب قرآن الكريم ننحل حنون داقاج وكابت متشابه راح زخودو سبات انتدعقوينوم أبزي أوم قز كازي آتوم كتقرب يبل كان مالتي. ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه انتايلو سيكون اقوام يجادلونكم بمتشابه القران سباتكم يوم بتمتشابه زخنا خاب قران الكريم بوغيرم ككاتعخوم يوم فخذوهم بالسنن بار بتا سنه زخنت بتا احاديث صحيح دخنه بوغيركم دمان نسحاتكم حزوم يخوم فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل تم أحاديثنا رسول صلى الله عليه وسلم فلاتات زخونو نساتهم دماني بزيادة فلتت زلوهم يوم أب قرآن الكريم إبل مالتيو. ولهذا إمام البغوي رحمة الله عليه تابل قد مدت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. ولذلك صحابة يخونوا كمدمان تابعين يخونوا كمدمان توم راسخين في العلم زخونوا كلاتهم تسامعهم مستوم أهل البدع مساتهم كابعتهم مهاجرة هتقبر كمزلك كابعتهم كتلك كمزلك مخنياتو نابتن متشابه هندا قبورو كابت توحيد مئنتن كي آليخا كاب من قدسون أنا رسول صلى الله عليه وسلم مئنتي كي تلقي سيبل إمام البغوي مالتيو. والنبي صلى الله عليه وسلم حد أوان قالي كاب صحابة زفت أمو نبي عليه الصلاة والسلام تقطع عملهم كوم دماني إنكار غير عملهم. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم سبات تأكبهم أبتي أفدقنا رسول صلى الله عليه وسلم كفلهم فقال بعضهم ألم يقول الله كذا وكذا رب دب قرآن كم زدي بلني ربي نابولو سمع أمم النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج نبأتهم وتيوم النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما فوقئ في وجهه حب رمان كمزي أبغوتهم رمان كأيحيو إذ رمان أبغوتهم دفسوسهم كم يمسلوا النبي صلى الله عليه وسلم مالت بتعم تقطعهم انتهي لهم بهذا أمرتم بزيهم تعزيزكم أو بهذا بعثتم بزيهم تلائكم إلى مم النبي عليه الصلاة والسلام أن تدربوا كتاب الله بعده ببعد نت القرآن ننحل حدو بتن بتن دابس أخم كتجاج أوه إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا تمكن منكم زنوبركوا نتوفوكوا بخمزة عين تزيو إنكم لستم مما ها هنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا نسخاتكم لتعززكم ونقر أبزيب لكم نسخاتكم كتقبروا لكم انظروا الذي أمرتم به تاد تعززكم ما نعات رح رأيكم فاعملوا تاد تعززكم ما دماني بأخيدكم نعات قبريكم والذي نهيتم عنه فانتهوا تير بزخل لكم دماني كابو تخلقوا إلى مم زي أب مسند أحمد الله أحمد شاكر رحمة الله عليه إذا حديث زي صحيح وما لتيو قال أبو قلابة استبهال تايبل لا تجالسهم ولا تخالطهم إذن بقرآن كم دمان أحاديث كابتن كابتن دابولو إن داقاج أو كم دماني نابتفع الدمر رح انتر أخوينو نابم قوتكم أي تقربوهم فإني لا أمنوا أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون نتقلت الزخانة نتبره الزخانة نعوخي الدناقرهم نابعتم قوتكم أي تقربوهم بالمالتي ولذلك زي مؤلف رحمة الله عليه بتي مجمل بتي حفظ شاو دخونه بتقلت زخونه حنت معنا زلاتا مجمل بوخي دي خايب المالتيو مثال ذلك له ابتقيتاب انتايبل إذا قال لك بعض المشركين توم ابشرك ودي قم زلو اب عبادة غير الله عز وجل دو ودق انتايم دبلو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ديبل إربي أبلخا ربي سنتم أولياء أي فرحونيهم حزن يبول لهم من يدو أي بلنيو زي أبصرة يونس مبل سان كلتن آياد الله أو إن الشفاعة حق شفاعة خاني حق لو يكونن أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله تم أنبياء جاه له من دو أب ربي أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء باطله كم زين دابله أحاديث كابن رسول دامت نتي دلو أبشرك ودق ودلو نعوز خون مدق فتات نعوز خون مرتعتات انت دامت لك وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره انت كم زين اللي زلو سل زي ترد نسخة تكتم تقالو دلك انت انت أتباهلو نبتي محكم دخونه نبقى يخاخت كيد دلك مالتيو ولذلك انت امدبلو إذا عينت زين أمسي أو مزين عدي لازئاتون نبتي زقبرو دلو شركي نبوت رحم كعدمو زدلي مالتهم ولذلك انت اخاختب لو زلك خمزة عينت انت دا أمسي لك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغون يتركون المحكم ويتبعون المتشابه توم تفعز زدلي كل قزي انت امزقبرو نتي متشابه زخوني أمسيهم نتي محكم دماني يقدفوه مالتهم وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية توم النبي صلى الله عليه وسلم زك على سوهم زنبور سباتكو كحاتيهم تباهيلهم النبي صلى الله عليه وسلم من زواق ومن زكاتل ومن زنبورو وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء انتهي تتساقهم منيرو انت دائلكاكو برب سبحانه وتعالى سلزق حدو أيكونن تقند تأقومم دنبرت انتهى انت دائلك مغنياتو ناب أنبياء ناب صالحين يمزبلوم نابو تعلق يقبرو سلز نبرو ناب آتوم يتقعو سلز نبرو ينبر برب سلزق حدو أيكونن سلزي زي آتوم شفاعة خونو نائم زي آتوم مروت آتوم رب زمروت أميو سلزي ناب آتوم بآتوم جيرنا إنا ناب رب سبحانه وتعالى نقرب وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلزي بولي النبي عليه الصلاة والسلام تقالي سموم سلزي إزي خمزة عينة زي كابتن كابتن كم تسألك خلو بتقلت الزخوني بتن النبي عليه الصلاة والسلام من هاج زخدو والنبي صلى الله عليه وسلم نتم زك أتلوهم زنبورو زك على سوهم زنبورو انتاي سلز قبوريهم هل ربي اللين ديميلهم ربي اللين ايبولون انتاي دع رب خمزلو يأمنو نيرهم انت خونقين ازي آتهم زم ملائكا يخونو زم صالحين يخونو ازي آتهم ناب ربي كبتصحونا ايهم
إلهم نزاي رب عبادة سلزودقو بزيهم دمان النبي عليه الصلاة والسلام تقالي سمم. ولهذا زمؤلف انتايلو كابت جواب المجمل ازي خاختبهم زل كمالتيو جواب مفصل انتر اخوين دما بتنتاني بزرزر دما انتر اخوين تقلهم كين كايبل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل كل جزي توم الرسول صلى الله عليه وسلم كم دما نتوم زحال فرسولات كتسابو اوام انس ارم زخودو سبات كل جزي بزوح اعتراض يوم دمتو بزوح نقرات يوم دمتو يسدون بها الناس عنه كابت من قد قنعنا كابو اللاقيقوم نابكالي نخيد سبات بزوح تعالي يوم زقبرو منها قولهم نحن لا نشرك بالله نحن اكو شركين قبرنا يبلو بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له هزي ايام تمزبلو مالتو رزق زهب زخلق زغود زتقمكو ربيو زي امخانا كون فلتينا قلنا احنا نزياتهم عبادان غبرلهم زلنا نزياتهم نزوم صالحين نبلهم نباتهم توسل نغبر زلنا كون ابربن قراربو نبر انافع ودارو كو ربو مخانون فلتينا يبلو مالتهم زي زربا زي ادماني لكع كمتم دحالفو نرسول عليه الصلاه والسلام دصابو ومز نبرو زبلوا از نبرو قاليا نمنتاي دعا نديرب عبادات غبرلهم رب سبحانه وتعالى دو يكون خالق السماوات والأرض الكاتعتم كلها هو خالق السماوات والأرض ربيه رب دو يكون زتك مزقودن كتب لهم كلها هو ربيه يبلو انت خونا قنتاي قبر نيرم نزيهم معبودات زياتهم نزوم نزي رب نقزهم زلنا من تناب رب خك أراربنا اهم يبلو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يبلو مالتيو سلزي ازيهم وين حجين تايم دبل دلو نحنا دماني زنبنياتات سلزخونا معاسي سلزلنا سني بقات اتانا ربخن بوصحي نخلنا بمونغونيا غيرنا انا نبوصحو يبلو اللو مالتهم انا مذنب وصالح لهم جاه عند الله واطلب من الله بهم ازي اتهم صالحين سلزخونوس بوم غيرنا انا نبربي نبتصح يبلو مالتهم انتايلو مؤلف فجاوبه بما تقدم بتي عنتوي زبلنا بو غير كامل لسلم يخا وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت رب سبحان النبي صلى الله عليه وسلم زتقالسهم سباتكو بزي نسخا تبلو زلخا بزي ربي نافعو ربي مدير ربي خالق تبلو زلخا بوكو يامنو نيروم يمبل اخا ومقرون ان اوثانهم لا تدبروا شيئا وانما ارادوا الجاه والشفاعه تم اسنامنا تاتم عباده غبرلهم كله وزياتهم كو اسناميهم اي تقمونيهم اي غدونيهم إلهم يأمنوا نيروميهم قن مثلنا يسالحين سلزخونو بنا يسالحين توسل سلنزن قبر زلنا نابربن خبات أطحونا امزب نيروم وقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضحه كم دماني تي أب قرآن الكريم رب سبحانه وتعالى تقيس وزلو تي آيات نتم مشركين نتم عبادة غير الله عز وجل زقورو دوارد نعوين قرآلو إخا إبل مالاتيو مخنياتو نساتو من تم قدامو زنبورو تراح نسانة ما يكون نقزوني روم نملائكة قزوني روم نأولياء نسالحينوين يقزوني روم يوم نمنتايدا أختب لهم كلخا إذا أتم نابرب خك أراربو نايبلوني روم وربنا عز وجل دمانا أبصرة الإسراء انتايلو أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إذيهم سالحين يوم إذيهم كتعمونا أيهم تبلوهم زلهم سني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة نساتهم نجزارهم نابربز قراربهم نجنا دينا نجهنم أبي يسفر نايلهم نابربز قراربهم سرحات نجزارهم يسرحيهم دلو ربنا عز وجل تايلو أيهم أقرب من يقربكم أنا بقت تادو ولاتهم نجزارهم أفرح دلو نجنا دينا نجهنم كم دم نابربز قراربهم بسرح زلوس منهم يقربكم بلهم يخاطب عيلهم بل ويدعون عيسى بن مريم وأمه ترح نأسنا ما يكونون عبادة زقبر نيروم نأنبياء كي ترفوين عبادة زقبر نيروم مالتهم ولذلك الله عز وجل تايلو ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون له ولذلك يوم القيامة مسكونوين حتى نتم معبوداتوين ربنا عز وجل يحتم مالتيو نسخاتكم ديهم لكم ممتقزونا
يبهالو إيلو رب سبحانه وتعالى يحتم مالتيو. إذن ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون إلو ربنا عز وجل يحتم نملائكة عبادة زغورنيرهم أصلح الصالحين نايتم مروز أت صالحين زبهالو مني صالح تلك ملائكة إم نملائكة ون عبادة زغورنيرهم رب دماني نتم ملائكة نعاتهم حتيتهم إزياتهم سنعاتكم دم قزؤنيرهم إلو منتن حسرتن وردتن دلونتهم دقزؤهم زنبور ومن تكحسروا أبقدمي أمجيرو يحتهم ملائكة خنتايلهم يملسوا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون نتايب لهم مالتهم يا رب نسخا نتصوه زخونكا نسخا ناتناخو نتاتن ناتاتو من تفلدو خونكا نحنا دبلنا يمزيكونا توم أجنان توم شياطين إذا من قدزي يحشكم زبولوهم ناتاتهم تختلهم نعاتهم عبادة زقوبرو زنبوري أمبر نحنا سيأززنا من إلهم نساتهم دماني بتي عبادة زقوبرو لهم زنبورو يخحدوهم مالتهم إذن توم أعداء نز توحيد زي نز توحيد زي زتقارورو بزوح شبهات يم دمتو انتخوانا قل نتي شبهات دمتو وكلو أب قرآن الكريم أخول دخواني ملسي اللهم مالتيو نزي ملسيتات زي دماني بزيادة انت دعا تردينا يو كومو دماني اتي محكم زخواني انت دعا فليتنا يو نتي زمتو وباطل نوعو انتخت قورو تخيلي خامالتيو كتكشفون كتقلعون تخيل مالتيو إذا انت شبهات دمتوون ببقوانو انتي مخانن ابتد مدسوين كن قلت انينا مالتيو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.